الحمد لله كان الاقبال على تريكويت ديال الكره ديال المغرب، ونتمنوا التوفيق للمنتخب بالمناسبه ديال المباراه. والحمد لله رحنا فرحانين ونستناو هذا الماتش، ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير. ومرحبا بالجميع، اللي بغى شي حاجه ها نتوما ها المحل ها التريكويت، اللي بغى يحضر الماتش ها التريكو، راه كاليتي زينه والاقبال راه كاين، ها هما الكليان موجودين الحمد لله. اختيارات كاين اللي كيبغي الاحمر زليج، كاين اللي كيبغي العادي اللي كيلعبوا به، كاين اللي كيبغي داك اللي فيه النجمه والسبع، كل واحد وكيبقى لي داك الشيء بلاش واو صافي. بالنسبه لي تيشيرت نتاع المغرب ولي توني نتاع المغرب راهم كاينين وبكميه كافيه، جميع الجمهور المغربي التجاره نتاعهم الحمد لله هذا العام، هذا داكشي باش خدمنا غير الادوات الرياضيه. شفتوا هاد اللوانات دخلوا، هاد اللوانات جداد بحال هذا نتاع بونو، هذا في ثلاثه تاع اللوانات دخلوا جداد، وفي هاد الغوز هذا دخل حتى هو جديد، دخل هاك كياب بوحدو يدخل به بالشورت ديالو، ومرحبا بهم. ونتمناو تتكرر هاد العمليه هذه، راه لنا مهمه جدا المنطقه الشرقيه. نتمناو يكونوا زيارات ماشي كره القدم، كره اليد، كره السله، المنتخب يجي هنايا ويجيو الناس ويجيو الجمهور من كافه انحاء البلاد، ومرحبا بهم على راس العين. اللعابه اللي جوا لعنا مرحبا بهم، حنا نتمناو ان شاء الله يكون استقبال وكل الامور غاديه مزيانه، ونتمنوا كل شيء مدينه وجده ان شاء الله نتشرفوا بها، باش بانه غادي تكون الامور بخير وعلى خير. ونتمنوا ان شاء الله يدخلوا لنا الفريق الوطني، يدخلوا علينا بالخير، والحمد لله على بلادنا على الامن والامان. غير الشركات اللي كيخدموا هادشي يخدموا لنا حاجه مزيانه باش يكون الرواج مزيان. خويا واش غادي نقول لك، كاين كيقولوا لهذاك زياش وحكيمي ورحيمي وابراهيم دياز، كاع تقريبا الحمد لله.